مراحكيجي، اضغط هنا للاشتراك. حيوانات المزرعة. زرنا حديقة حيوانات. إيا إيا يو. أوه، أهلا أهلا. أعطاني عمي هذا البيت، تعيش فيه حيوانات المزرعة. لنكتشف هذه الحيوانات المختبئة. أول باب، هذه الدجاجة. ما صوت الدجاجة؟ تقول الدجاجة بق بق بق. الباب الثاني، كلب جميل. ما صوت الكلب؟ يقول الكلب عو عو. الباب الثالث، أوه، هذه بقرة. ما صوت البقرة؟ تقول البقرة مو مو. الباب الرابع، ياه، هذا حصان. ما صوت الحصان؟ يقول الحصان ني ني. الباب الخامس، هذا آخر باب، وفيه هذا ماعز. ما صوت الماعز؟ يقول الماعز با با. هل تذكرون أصوات الحيوانات؟ لنسمع أول صوت. أوه، هذا صوت ماعز. لا 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 لا. أوه، ها هو الماعز هنا. أوه، هذا صوت حصان. أين الحصان؟ لا لا لا. أوه، ها هو الحصان هنا. أوه، هذا صوت بقرة. أين البقرة؟ لا لا. أجل، ها هي البقرة. أوه، هذا صوت كلب. أين الكلب؟ لا. أوه، ها هو الكلب. الكلب هنا. أوه، هذا صوت دجاجة. أين الدجاجة؟ أوه، ها هي الدجاجة هنا. تفضل عمور، أطعم الحيوانات. واو، هذا طعام كثير. البقرة تأكل العشب. وماذا يأكل الحصان؟ يأكل العشب. نم 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 نم. ومن يأكل العشب الجاف؟ عشب لونه بني. الماعز. أجل، ماذا يأكل الكلب؟ يأكل الكلب اللحم. نم 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 نم. أما الدجاجة فهي تأكل الحبوب. كلي كلي يا دجاجة. إلى اللقاء. هل أعجبك الفيديو؟ اضغط لايك وشاركه مع الأصدقاء. ابحث عن مرح كيجي على اليوتيوب. اضغط سبسكرايب ليصلك كل جديد.